اذا ما علي اخذت الشيء علاوي عادي لو تختفي لا انا نبغى اجابه على قد طيب على وضع شباب والله ان العيال ما بهم قصور وشعراء ومبدعين لكن انا اثق بالشيء اللي يقدمه لان انا ما اكتب الا من قناعه تامه يا سلام تفضل على قولة ابن فطيس يقول ما اقول انا احسن واحده في العالم لكن قصيدي كفو وانا رابح ولا عليك زود ما اقول انا احسن واحد اللي هو يا سلام اقول انا طيب علي يبغى له سؤال اخذ الشعر كله هنا صايب علي ليش دايم في كل جلسة نفسية لا ساكت بس ما يطيل من كبره والله والله اعطاك كنت ابغى اجابه ثانيه خلاص اعطاك جواب قول يعني عادي عادي علق تعليق انا اشوف تعرفون انتم في اشخاص بالحياه فلان متحدث جيد صح؟ انا اشوف علي مستمع جيد من الاشخاص اللي يعطيك مساحه اكبر ويفتح افاقك بالكلام فعلا علي يعجبني في النقطه هذه كنت ابغى اجابته تكون ايش؟ من ناحيه ايش؟ انا فيها الثاني من هو؟ اللي في السكريبت اللي جاب على سله تعرف السله؟ السله ذي اللي تجي يركبها زي والعذاب زي هذا مش غلط تفضل 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 كمل حوار كمل 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 حوار وفي اللي جاء على دباب دباب وخرينه لا ما سالت الحين يلا طيب هاش عنده وش حلو الطوال ايه ايه عرفت حس فكاهي اللي كان هسيكل ايش سؤال انت كذا محرج عاد ايش اقول؟ ايش؟ لا شاب تاخذ دوره تعرف له انت؟ يلا عاد حنا الطوال ايه نكبه انا في انا في فريق يلا عاد اخلص بيجيب له سؤال محرج اخلص يا اخوي يلا طيب دقيقه لا صدق يلا المايك شوي نزل عشان الفضاء المايك يطلع عندك من انا؟ لا اخذ من الرجل طيب محمد طواله قد ظهرت ليش؟ خلال 14 هوم هذا برنامج بزن 3 بشكل وندمت عليه؟ يوه والله صح حلو صح طيب جاوب على قد السؤال انا فكرت تجاوب على قد السؤال عادي خلاص روح اللي بعده لو اني تفلسف بقول لك لا قدمت اللي يجملني ويجمل اهلي ايوه والله كفو يا فلاح خرب بيتك بدي حاط عشان تعدى السؤال ولك ساكت في السؤال طيب اسمع انت كثر عليك اسئله شوي انك تروح يمكن ما ارقد معك لا ما يروح حلو حلو تمام حتى جا فيها يا بعد الوجه ها؟ طيب ارقب ذي شي انا ما عاد مثلك اقبل يا ابو ناصر تخيل وش تاخرها ايح اشر اخذت بخاطرك لا متعدى السؤال لا 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 واصل 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 متعدى السؤال واصل لا لا يا خل عادي عادي كمل ترى كويس هذا ويش؟ لقى شيء طيب قد اخذت بخاطرك على حزب اخوياك برنامج البزنس 3 انا ما اقول انك لا قد اخذت بخاطرك ايه خلاص ايه خلاص بس تخطيت ها لا لا الحين لا خلاص سقرت مش لا زال في باقي فيه لا سامحهم ولا ناوي تروح بالزال لا ان شاء الله بسامح ايش لا طلعت خلاص والله افضحكم في تيك توك افضحكم ايش بشتوا في تويتر انا ايش بشتوا شيء يعني. سبستون بعطيك مثال اسلم يا ابو مشعل هذا واحد من الاسئله هذا واحد مثله واحد وتزوجه وصار على عليهم عيال وصار بينهم مشكله وطلقها افا وتعب نفسيا زي السهر كذا وخذت عيالها معها وتزوجت واحد ثاني من نفس الحاره فجات يوم عصريه رايحه حدا جاراتها وطلعت قبل المغرب خطها الاول اللي جات معه بعيد وترجع بعد المغرب قالت باجي مع خط مختصر جات مع الخط المختصر ونسيت انه يمر من مزرعة بيت حبيبها الاول اللي طلقها فمرت من عند بيته مزرعته اللي هو واقف قدام البيت يناظر في المزرعه وبه حاله وبه شوفه وقالت ما يدعي عيالها روحوا سلموا على ابوكم
راح سلم على ابوهم وبكت. تشوف حبيبه قدامها ما تقدر تسلم عليها، مين شرفها وقدها بذمه رجل ثاني. فقالت ابيات شلا قالت يا عين هلي يا عين هلي صافي الدمع هلي وانفاض يا عين هلي صافي الدمع هلي وانفاض صافيه هاتي سريبه يا عين شوفي يا اعوذ بالله من الشيطان عليك الله يليك يا عين هلي صافي الدمع هلي وانفاض صافيه هاتي سريبه يا عين شوفي يا زرع صاح يا عين شوفي زرع يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليك يا ابو ما شاء الله عليك حديث على الله ما ادري ايش قال وزريبه هذه معايده وهذه اعوذ بالله من الشيطان حليث من خشم لا ما هي معيناك يعني اللي صافي الدم حلي موجوده هي الورقة شيء ايه راح اجيب الورقه واجيك خلاص بجيب خلاص بجيب ايوه طيب ما زين طيب ابيك سؤال انا انت وش السؤال انت وش سؤال اي نعم محرج سؤال وراه اجابه اذا جاوبت علي اعطيك سؤال اذا انا قلت السؤال لا اشرح لي كم عمرك اول شيء ما تبي تجاوب طيب سبب العشرينات ليه ايه ليه ابو فيصل للحين ما اتزوج ليه سؤال خصوصك منك منشد صوت جميل والجميل ابتسامه جميله والجميل اخلاق جميله كل شيء فيك جميل ما شاء الله يا ابو فيصل وش الشيء اللي يردك من زواج علمني انا ابي ادري وش الشيء يردك وش يا سلام يعني الظروف الماديه احيانا ما ودك تتزوج الا وانت على مكان رد ممكن طفى الطريق يا سلام مظبوط يعني النصيب والظروف يمكن انت ما ودك تعيشها بغناها صح؟ خلاص فاهم قصدك خلاص مظبوط ما في اي احراج والله غريبه والله غريبه والله اللي قف وين ايش سؤال؟ يا احزين سؤال قول تعال هنا يا ولد سعد شيك هنا يا ايوه اسلم ايوه نبي سوا ودقات حد حد الاطاف يقول اخ راح السؤال الحمد لله والله اي والله عيد سؤال عيد سؤال ثاني عيد حزين يا وازن ابي حزين والله ان شاء الله ان شاء الله ماني بحزين لكني متكدر لخاطري ولا ادري وش اسوي احس انه ابتلش عقب متكدر لخاطري ولا ادري وش اسوي وضيق مالي خاطري والله يعيب عيب آه يا كثر الظروف وكثر دموعي يوم قالوا ديلما قلت ها يوم قالوا ديلما قلت ها آخ يا مناحي وش العلوم قال ما منه علوم أنا بكتب القصيد وبهديه لك على الماشي قلت مناحي يا مناحي قلت مناحي ما بيطلع حول برنامج أبي حولكم حواليكم حتى لو كنت مانيب متسابق قال يا ابو ناصر هذا بحصة التعبير قال يا ابو ناصر ما فيه من العلوم علوم الله يعينك ويصبرك يا ربي يا ربي اللي حصل واللي يصير مقدر ومكتوب الله يوفقك من حيث ما رحت سلام من حيث ما رحت صح وجه شانك اسلم يقول يا سلام يقول يا عين هلي صافي الدم هلي يا سلام ولينفض صافيه هاتي سريبه أه. يا عين شوفي زرع خذك راعيه هذه معاويده وهذه قريبه الله البارحه لا مال رايه نماليه واليوم جيتهم علينا صعيبه أه. ومرني بالدر ما اقدر احاكيه مصيبه يا كبرها من مصيبه أه. اللي يبينا عيه النفس تبغيه واللي نبيه عيه أيه الله لا يجيب سلامتكم الله البيت الاخير يا اخي مشهور واجد ايه هذه قصيده هذا اسمها اسمها سارة هي واسمه هو يا طويل الظن من الشمال من عندكم شو اسمها؟ اسمها سارة واسمه هو الله عبد مدري عبد مدري عويد مدري اللي قال سالفتها يقول لهم الشمال
شوف فيه بالشمال وفيه بالكويت اكثر من قصه واكثر من شعره مشهوره، لكن انا اشوف من اجمل ما يكتب من الشعرات في الوقت الحالي.